تفسير حلم رؤية الكمون في المنام. سنتابع دلالات رؤية الكمون الأخضر والكمون المطحون في الحلم للعزباء والمتزوجة أو الحامل والمطلقة وكذلك الرجل، حيث أنها تحمل دلالات كثيرة للرأي، وقد فسر الفقهاء أن منها ما هو محمود ومنها ما هو غير محمود، ويختلف ذلك حسب تفاصيل رؤية الكمون في المنام. تفسير رؤية الكمون في منام العزباء. إذا رأت الفتاة العزباء الكمون الأخضر في منامها فذلك دليل على التفوق والنجاح في الحياة. أما إذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بطحن الكمون في المنام فذلك دليل على سعيها ورغبتها في النجاح وتحقيق الأهداف. أما عن الفتاة العزباء أنها تقوم بشراء الكمون فذلك دليل على خير أو رزق واسع. وقيل أيضا عن رؤية شراء الكمون في المنام أنها دليل على اقتراب الارتباط أو الدخول في علاقة. ما تفسير رؤية الكمون في منام المطلقة؟ إذا رأت السيدة المطلقة أنها تقوم بشراء الكمون ثم تقوم بطحنه فذلك إشارة إلى التغييرات الإيجابية التي ستحدث في حياتها. أما عن رؤية المطلقة أن شخص ما يقوم ببيع الكمون تحت بيتها فذلك دليل على زواج صاحبة الرؤية وعيشها حياة سعيدة أفضل من ذي قبل. تفسير رؤية الكمون الأخضر في المنام. قيل عن رؤية الكمون الأخضر في المنام أنه إشارة إلى النجاح والتقدم خاصة في الحياة العملية. على العموم يقول ابن سيرين أن رؤية الكمون في المنام تشير إلى حصول صاحب الرؤية على الرزق والخير الكثير. أما عن رؤية الشخص أنه يقوم بحرق الكمون فهي دليل على وجود مشاكل وهموم في حياة الرأي، بالإضافة إلى كونها تؤثر عليه كثيرا. أما عن رؤية الشخص أنه يقوم بشرب الكمون فهي دليل على الشفاء من المرض واسترداد الصحة والعافية. وفسر العالم ابن سيرين أن رؤية حصاد الكمون في المنام دليل على زيادة الخيرات والأموال. تفسير رؤية الكمون في منام المتزوجة. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تأكل من الكمون فذلك دليل على الغنى والخير الكثير. كذلك تدل رؤية أكل الكمون في منام المتزوجة على الاستقرار في الحياة الزوجية وحب زوجها وتقديرها له. وقيل عن رؤية السيدة المتزوجة أنها تقوم بإضافة الكمون إلى الطعام أنها دليل على وجود المودة والرحمة بين الزوجين وكذلك بين أفراد الأسرة الواحدة. تفسير رؤية الكمون في منام الرجل. رؤية الرجل في المنام أنه يأكل من الكمون دليل على نجاحه وخاصة في حياته العملية. كذلك رؤية الرجل في منامه أنه يقوم بإضافة الكمون إلى الطعام دليل على الخير والرزق وتحقيق الأهداف. إذا رأى الرجل في منامه أنه يشرب الكمون فذلك دليل على التخلص من المعاناة، وإذا كان مريضا فتلك الرؤية إشارة إلى التخلص والشفاء من المرض، كذلك هي إشارة إلى الصحة السليمة والجيدة. أما إذا رأى الرجل في منامه كمونا فاسدا أو لا يصلح للأكل فذلك دليل على التعرض للتعب أو وجود الأزمات أو فقدان وظيفة أو فقدان شخص عزيز عليه.